بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البشر الذي شق له القمر وسلم عليه الحجر، ما طلعت الشمس على أشرق منه وجها ولا نور ولا أنور. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، النفس البشرية من مخلوقات الله المعرضة للاضطرابات والأمراض والاعتلالات والأسقام، ومن واجبنا أن نحميها ونصونها مما يسبب لها الأضرار. وفي هذه الليلة المباركة استضيفكم نادي الطب والإبداع ووحدة خدمة المجتمع بكلية الطب بجامعة الملك خالد، لنناقش معكم طرق الوقاية من الاضطرابات النفسية. وفي هذا اللقاء الكريم يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الدكتور حسن العمري، أستاذ الطب النفسي المشارك في كلية الطب بجامعة الملك خالد واستشاري الطب النفسي. الله يحييك دكتور حسن. حياك. اسمعني؟ واضح. نبدأ بأولى محاورنا هذه الليلة عن ماهية الاضطرابات النفسية. تفضل يا دكتور. الصوت مو واضح يا محمد، خبرني. واضح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أهنئكم أخواني الكرام وأخواتي الكريمات بدخول العشر الثانية من رمضان. أسأل الله أن تكون العشر الأولى مغفرة، وأن تكون هذه العشر رحمة، وأن تكون نهاية هذا الشهر عتق للجميع إن شاء الله. رمضان طبعا هذه السنة يمر بأجواء غير مسبوقة. خلال 100 سنة الماضية يمكن ما سبق أن مر رمضان بهذه الظروف التي يمر بها الآن. يمكن آخر جائحة مرت على البشر كانت عام 1918 قبل حوالي 100 سنة، لما كانت الإنفلونزا الإسبانية. هذه الجائحة ربما تكون أشد بحكم التفاعل العالمي معها. فنسأل الله أن يرفع البأس عن الناس، وأن يعينهم، وأن يرفع هذه الغمة. موضوعي في هذه الأمسية سيكون عن الوقاية من الأمراض النفسية. إذا أردنا أن نتكلم عن هذا الموضوع سنعود أولاً إلى بعض التعريفات المهمة حتى نعرف وش نتكلم عنه. تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن تعريف الصحة حسب ما حددته منظمة الصحة العالمية وأصبح متفقاً عليه في كل مكان، أن الصحة هي حالة من اكتمال السلامة الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية. إذن الصحة بدون صحة نفسية وعقلية واجتماعية لا تعتبر مكتملة. الصحة ليست فقط أن يكون المرض غير موجود، وإنما لها أبعاد أخرى، بل في الواقع أن الصحة النفسية ربما تكون الأهم بين الثلاثة، لأن الصحة النفسية إذا اختلت أثرت على الصحة الجسمية وأثرت أيضا على الصحة الاجتماعية. ولهذا كل الدول في كل مكان في العالم أصبحت تعتبر الصحة النفسية جزء أساسي، ونحن في المملكة جزء من هذا العالم، ما نختلف. طيب، السؤال اللي يطرح نفسه، يعني ما هي الصحة النفسية؟ في تعريفات كثيرة للصحة النفسية حسب مدارس مختلفة في علم النفس نفسه، ولكن يعني أنا جمعت أشتاتها في تعريف واحد قد يكون مناسب وشامل. فالصحة النفسية هي قدرة الفرد على أداء الوظائف المطلوبة منه في مستوى مقبول من الناحية العاطفية والسلوكية، والقدرة على الاستمتاع بالحياة، هذا مهم، والقدرة على التكيف مع المؤثرات والضغوط المختلفة والعودة للوضع الطبيعي، وهذا ما نسميه المرونة النفسية. هذا التعريف قد يلخص
إلى حد ما مفهوم الصحة النفسية. إذن الصحة النفسية تتعلق بالمشاعر والعواطف، وتتعلق بالتفكير السليم، وتتعلق بالنواحي الاجتماعية، أن يكون الإنسان فرد من المجتمع. إذا اختل أحد هذه الأركان فالإنسان عنده مشكلة نفسية. طبعا عندنا في مجتمعنا الإسلامي عموما، ربما في يعني باعتبار أنه نحن في مجتمع السعودية، عندنا خلط كبير بين مفهوم الصحة النفسية أو مفهوم النفس تحديدا في القرآن الكريم ومفهوم النفس في الطب والذي نقصده بالصحة النفسية. هذا الخلط يعني ولد عندنا إشكاليات أحيانا في فهم مفهوم الصحة النفسية، وسأشرح هذا الخلط والتفريق بين الاثنين، لأنه إذا فرقنا بين مفهوم النفس في القرآن الكريم ومفهوم النفس في الطب سيحل لنا بعض الإشكاليات اللي كنا نقع فيها. كما قلت لكم، النفس في علم الطب والذي يدرسه الأطباء والذي يقيمها الأطباء ويعالجها الأطباء هو حالة النفس من ناحية المشاعر، العواطف، التفكير، التواصل الاجتماعي والسلوكيات. وهذه صفات مشتركة بين كل البشر ليس المسلمين فقط. النفس في القرآن لها مفهوم آخر. الله يقول في القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في آية أخرى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ووصف الله النفس في القرآن بأوصاف مختلفة. طبعا كلمة النفس في القرآن وردت 200 ومشتقاتها وردت 295 مرة، ولها معاني كثيرة في القرآن مختلفة حسب السياق القرآني، ولكن ما أتكلم عنه الآن هو المعنى هذا الذي ورد في قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله سبحانه وتعالى وصف النفس في القرآن بأنها نفس لوامة، لا أقسم ولا أقسم بالنفس اللوامة. وصفها بأنها أمارة بالسوء: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ووصفها بالمطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المعنية في القرآن هي ذلك الجزء من الإنسان الذي يقع عليه التكليف. النفس في القرآن هي المطلوب منها أن تختار بين الخير والشر. إنا هديناه النجدين، إما أن يختار طريق الخير أو طريق الشر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فألهمها فجورها وتقواها. وهذه النفس هي التي تنزع عند الموت، وهي التي تحاسب يوم القيامة. الله يقول في كتابه الكريم: ولو ترى إذ الظالمون والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. هذا في وقت الموت. إذن هذه هي النفس التي نتكلم عنها في القرآن الكريم، الجزء من الإنسان المكلف بالاختيار بين الخير والشر، ويوم القيامة يقع عليه الحساب. أما النفس في المفهوم الطبي فهي كما ذكرت لكم. التفريق هذا مهم. أنا ممكن يجيني هنا في هذه البلد شخص في العيادة ملحد، يعني ما يعترف حتى بوجود الله. هذا بتعريف النفس القرآني هو من أهل الشمال لا شك في ذلك إذا بقي على إلحاده، لكن بالتعريف الطبي قد أقيم هذا الشخص
من ناحية طبية فأجده أنه مستقر من ناحية مشاعره، طريقة تفكيره، علاقاته الاجتماعية، وإنسان منتج جدا في حياته الوظيفية، وبالتالي من ناحية طبية مستقر جدا ما عنده شيء. هذا تقييم طبي ويختلف عن التقييم القرآني. بينما قد يأتي لي إنسان مسلم اعتقاده سليم ويقوم بكل العبادات وصالح في نفسه وصالح مع من حوله، ولكنه يعاني مثلا من حالة اكتئاب شديد لسنين طويلة عطلته عن العمل وعن التواصل مع الآخرين، فيكون بهذه الحالة من ناحية نفسية طبية تقييمه سيء ويحتاج إلى علاج طويل. التفريق هذا مهم لأنه في كثير من الأحيان لما يراجعون المرضى في العيادات ويأتيك إلى العيادة وتجد أنه قد تأخر كثير بمراجعة العيادة، له سنين يعاني وهو لم يراجع ولم يسأل ولم يطلب العلاج، يكون أحد الأسباب أنه يعتقد أو أنه قد خبر أن هذا المرض ناتج عن نقص الإيمان، وتجده يعني يزيد من العبادات ويجتهد ولم يتحسن، لا زال على حاله، لأنه هنا جرى الخلط بين المفهوم القرآني والمفهوم الطبي. النفس التي نتكلم عنها من ناحية طبية تبدأ مع الإنسان من لحظة ولادته وتستمر معه لا تفارقه حتى يموت، حتى أثناء النوم عندنا شيء نسميه اضطرابات النوم، والأحلام التي يراها الإنسان أثناء النوم هي إحدى أهم الأدوات التي يستخدمها علماء النفس في دراسة الشخصية الإنسانية. تخصص كامل عندنا اسمه تخصص طب النوم، وقياس لما يحصل أثناء النوم عن طريق مختبر النوم إلى آخره. أما النفس القرآنية التي ذكرها الله في القرآن فهي تنفصل عن الإنسان في حالتين، أحدهما انفصال دائم لا تعود، والأخرى انفصال مؤقت وتعود. يقول الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن النفس القرآنية أو دعوني أسميها النفس الشرعية تنفصل عن الإنسان في حالتين: الله يتوفى الأنفس حين موتها، حينما تموت، والتي لم تمت في منامها. حينما ينام الإنسان النفس من ناحية شرعية تنفصل عنه لأنها محل التكليف، فإذا نام الإنسان سقط عنه التكليف، وما يحصل أثناء النوم وهو نائم هو معفي عنه. يقول سبحانه: فيمسك التي قضى عليها الموت، التي قضى عليها الموت لا تعود أبدا، خلاص هذا انفصال نهائي، ويرسل الأخرى التي انفصلت عن الإنسان أثناء النوم تعود له بعد الاستيقاظ، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن هذا فرق آخر بين النفس بالمفهوم القرآني والنفس بالمفهوم الطبي. ولهذا يعني إذا نظرنا إلى التقييم النفسي من ناحية طبية لا تستغرب أنه بعض الدول التي يغلب عليها على سكانها أنهم لا دينيون، يعني ما يحمل دين أصلا، مثلا زي هولندا 60% من سكانها ما يعترفون بوجود الرب أصلا، ملحدين، ولكن الوضع النفسي عندهم أحسن من عندنا، ونحن البلد الذي ظهر فيه الإسلام، لأنه التقييم هنا تقييم طبي. كما أن مرض السكر عندنا في السعودية من أعلى النسب في العالم، فأسباب طبية بحتة لا علاقة لها بالدين. هذا التفريق مهم. وطبعا في إشارات، في إشارات في الشريعة إلى النفس بالمفهوم الطبي. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه يقول: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، النصب هو التعب والوصب هو الألم الوجع، ولا هم ولا حزن
ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كان له بها أجر. ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي من التفاعلات النفسية الطبية، ولأنها تفاعلات نفسية طبية فلها أجر مثل أجر أي مرض ثاني يصاب به الإنسان. في القرآن إشارات أيضاً إلى النفس بمفهومها الطبي، ولعل أهم إشارة في القرآن الكريم هي قصة سيدنا يعقوب عليه السلام. سورة يوسف من السور العجيبة، هي لوحة قرآنية لتقلبات النفس البشرية، الحب والكره، الغيرة والإيثار، الشهوة والعفة، التسامح والانتقام، الفوز والخسارة، كلها تفاعلات نفسية وردت في هذه السورة الكريمة. نبي الله يعقوب، وأنتم تعلمون الأنبياء والرسل هم أعلى الناس عبادة وهم معصومون من الخطأ، يعني ما أحد يناقش في حكاية العبادة عند الأنبياء والرسل. ونبي الله يعقوب، الأنبياء في الأخير بشر، قل إنما أنا بشر، هم بشر يجري عليهم ما يجري على الناس العاديين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني أوعك كما يوعك رجلين منكما، يعني الضرر الطبي الذي يحصل ضعف ما يحصل للآخرين، وكلما زاد صلاح الإنسان زاد ابتلاءه. فنبي الله يعقوب تعرض لمجموعة من الضغوط النفسية الهائلة، أولها أولاده المتشاكسون غير متفقين. حينما خبره يوسف بالرؤيا ماذا قال له؟ قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يعني تصور لما الأب يخبر أحد أبنائه يقول لا تخبر إخوانك بهذه القصة حتى لا يكيدوا لك. لا شك أن الوضع في منزله كان متوتر بين الأولاد العشرة ويوسف وأخيه، أخيه الشقيق. هذا أحد الضغوط. الضغط الثاني والأول والثاني والأشد فقدان يوسف عليه السلام، وهو أعز وأحب أولاده إليه، حتى أنه من شدة حبه ليوسف حينما طلبه إخوانه ليأخذوه قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به، يعني مجرد مفارقته وتروحون وما أشوف هذا يعني يجعلني أحزن، ورغم هذا ذهب ولم يعد. والضغط النفسي الثالث أن الذين تسببوا في فقده هم أخوانه، ليس عدواً خف المصيبة ولكنهم الأولاد، بقية الأولاد، وهو يعلم ذلك يعقوب، ولهذا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل. إذن عندنا ثلاثة ضغوط الآن، إخوان أو أولاد متشاكسون، يوسف يفقد، إخوانه هم الذين تسببوا، الأب لا يعلم هل هذا الإبن لا زال حيا فيرجى أم ميتا فينعيه. ثم جاءت المصيبة الثالثة أو الرابعة حينما فقد ولده الثاني المسمى بن يامين، ونفس المشكلة، الإخوان هم الذين تسببوا في فقده، يعودون بدون الابن الثاني، وهذه المرة عادوا بمصيبة أكبر، يعني هذا ضغط كما يقولون القشة التي قصمت ظهر البعير. المرة دي ما قالوا مات، قالوا لقد سرق. تصور نبي ويقولون له ولدك سرق وهو من أعز وأحب أولاده إليه. تكرر الضغوط هذه على نبي الله يعقوب على مدى 30 عام كما ورد في التفسير، تسببت أن يدخل في حالة نفسية ذكرها الله سبحانه وتعالى بشكل واضح حينما قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هذا وصف دقيق حتى من الناحية الطبية، لأن الله وصف نبي الله يعقوب أنه أصيب بالحزن، هو الذي نسميه الآن الاكتئاب، ثم وصف هذا الحزن بصفتين تدل على أنه كان شديد. الأولى بيضت عيناه، يعني فقد البصر، وهذه تسير مع الحالات النفسية الشديدة كما قلت لكم، فيه تفاعل كبير بين النفس والجسم، أحياناً
تعب النفسي يتسبب في مضاعفات جسمية، وهذه حالات نراها في العيادات من وقت إلى آخر، شخص يفقد النظر، يفقد السمع، يفقد القدرة على المشي نتيجة أسباب نفسية. ثم وصف هذا الحزن بأنه كظيم، والكظيم كما يقول علماء اللغة أي مملوء حزنا وهما حتى أنه ما يستطيع يتكلم. إذن كانت حالة حزن شديد، وهذه ما نسميه بالمصطلح الطبي الحديث الاكتئاب الجسيم. بطبيعة الحال كان العلاج الأفضل والأمثل لهذه الحالة من الحزن أن يعكس السبب الذي تسبب في هذه الحالة. ولهذا حينما عاد يوسف وبنيامين وتأكد من وجودهما ارتد بصيرة وذهب عنه الحزن. طبعا قد يسأل شخص يقول كيف نقول انه النبي عنده حالة نفسية؟ الأمراض النفسية نوعين، النوع الغالب والأكثر انتشارا وهي الأمراض العصابية، وهذه أمراض فيها معاناة لكنها لا تفقد الإنسان القدرة على الفهم السليم أو الاعتقاد أو إلى آخره، هي مجرد معاناة مثل الحزن أو القلق أو التوتر إلى آخره، وهذه يصاب بها الصالح والطالح. وكما قلت في الحديث ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن إلى آخره. الأمراض الذهانية وهي التي يصير فيها خلل عقلي والقدرة على التفكير تكون مختلة، وهذه طبعا لا شك أن الأنبياء معصومون منها بحكم وظيفتهم التي اختارهم الله لها. إذن إذا أحد باقي يصيب بحالة نفسية وجاء كما يقول هذا دليل على ضعف الإيمان، نقول له أنبياء الله يصابون أحيانا يعانون من الحزن والاكتئاب والقلق، فما بالك بالإنسان الضعيف. الآن ننتقل إلى جانب آخر بعد أن قدمنا بهذه المقدمة، وهو عن وضع الأمراض النفسية في المملكة. إلى وقت قريب ما كنا نعرف بالضبط كم نسبة الأمراض النفسية في المملكة، حتى عام 2011 لعل الصورة تكون واضحة عندكم. عام 2011 تم إجراء الدراسة المسحية الأولى والتي أشرف عليها أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الله الصبيعي، وكانت دراسة مسحية كبيرة على مستوى المملكة وشملت كل مناطق المملكة، وكانت تحت إشراف عالي جامعات سعودية وجامعتين أمريكية وإشراف وزارة الصحة إلى آخره. أنا ما أدري الصورة واضحة يا محمد؟ واضحة يا دكتور. الدراسة هذه شملت كل مناطق المملكة بدون استثناء واستمرت لعدة سنوات، لهذا هي أدق دراسة موجودة حاليا. وحسب الدراسة هذه نسبة انتشار الأمراض النفسية في المملكة كما تلاحظون في هذه الشريحة كانت 34.2%، طبعا هذه نسبة يعني تعتبر من النسب العالية. 34.2% من سكان السعودية السعوديين سيصابون بحالة من الحالات النفسية أثناء فترة من فترات حياتهم. لاحظ أنه نحن أقل من أمريكا مثلا، أمريكا 47.4%، أقل من نيوزيلندا 39.3%، فرنسا حوالي 38%، نحن أعلى من دولة مثل هولندا 31.7%. حقيقة نحن في منطقة متوسطة، يعني في دول كثير أقل منا وفي دول كثير أعلى منا، نحن في الوسط. دول العالم تقريبا 200 وحاجة، نحن في منطقة وسطية. حسب الدراسة المسحية نسبة الأمراض النفسية عند المتعلمين كانت أكثر من اللي مستواهم التعليمي يعني قليل، والسبب سنتكلم عنه بعد قليل هو التنافسية والمسؤوليات تكون أكثر عند المتعلمين بحكم المناصب أو الوظائف التي يتحملونها، وهي أكثر عند الشباب. يعني أغلب الحالات النفسية
في المملكة تحصل قبل عند 70% من السكان قبل سن 20. يعني تبدأ المعاناة قبل سن 20 عند 70%، فهي أكثر ما تبدأ في سن الشباب. ولاحظوا أننا مجتمع يغلب عليه الأعمار الصغيرة، يعني أغلب سكان المملكة يقعون في الفئة تحت 40 الغالبية العظمى. من الأشياء الغريبة في الدراسة أنه نسبة الأمراض النفسية أكثر عند من كان دخلهم المالي أعلى، يعني كلما زاد الدخل زاد المعاناة النفسية. نسأل الله يكفينا شر الدنيا. هذا أيضا من النتائج الغريبة في الدراسة، أكثر الأمراض انتشارا في السعودية هو قلق الأطفال. قلق الأطفال هو أكثر الأمراض انتشارا في السعودية، تقريبا 12% من الأطفال يعانون من حالة ما نسميه قلق الانفصال، وهي حالة القلق التي تنتاب الطفل حينما يذهب إلى المدرسة لأول مرة. وأنا أقول أن هذا يعكس مشكلة عندنا في طرق التربية للأطفال. نحن طرق التربية عندنا للأطفال تعتمد على مبدأ الحماية الزائدة over protection، أنك تحمي الطفل وتتعامل معه يعني على أنه شيء ثمين في المنزل، وتحاول أن تحافظ عليه بكل ما تستطيع، وما تعطيه فرصة للحركة أو الحرية أنه يعتمد على نفسه. وطريقتنا في التربية تعتمد على أسلوب تحديد أو توجيه الأوامر والطفل يستجيب بدون نقاش. يعني ما نربي الطفل على أنه يعني يبدأ يعتمد على نفسه في التفكير والاختيارات، ما نربي الطفل على أنه يتحمل بعض المسؤوليات. وبالتالي حينما تحصل أول فرصة للمواجهة، حينما يخرج الطفل إلى المدرسة وهي أول مكان يغادر المنزل له، يصاب بهذه الحالة اللي هي قلق الأطفال، ويرغب بأنه يعود للمنزل ويتشبث بوالديه. فهذه من الأشياء اللي ظهرت في الدراسة هذه. طبعا لاحظوا نسبة الاكتئاب عالية، يعني تعتبر 6%، هذا أحد أنواع الاكتئاب. نسبة تعاطي المخدرات كانت حوالي 4% حسب الدراسة هذه. كما قلت هذه الدراسة هي الأدق اللي موجودة حاليا عندنا في السعودية. طبعا هذه المؤسسات اللي أشرفت على الدراسة، ولا زالت نتائج هذه الدراسة لم تكتمل حتى الآن. طيب دعوني أعود إلى الآن. هذا بخصوص وضع الحالة النفسية في المملكة. إذا نحن دولة متوسطة من ناحية الحالات النفسية، نحن تقريبا في مستوى الدول الأوروبية من ناحية انتشار الحالات النفسية، وبالتالي يجب أن نتعامل مع الواقع. ومسألة أنه نحن مجتمع مثالي ومجتمع إسلامي والأمراض النفسية قليلة عندنا وإلى آخره، هذه بالأرقام لا وجود لها، لأني كما خبرتكم يوجد فرق بين مفهوم النفس في القرآن ومفهوم النفس من الأمراض النفسية أو الصحة النفسية. هي مثل أمراض السكر والضغط، كما أننا من أعلى نسب العالم حالياً في أمراض السكر حوالي 35-40% من البالغين عندنا يعانون من السكر، الأمراض النفسية تدخل في نفس مستوى التقييم. قد يسأل سائل، هل كانت الأمراض النفسية أقل عند الآباء والأجداد؟ طبعاً بعض الإخوة من المتخصصين في الصحة النفسية يرفض هذا ويقول بأنه هي نفس النسبة، لكن زمان ما كان عندهم طب ولا كان أحد يشخص. لكن في الواقع أنه غير صحيح، نسبتها عند الآباء والأجداد لا شك كانت أقل بكثير. لأن إحنا ما عندنا دراسات طبعاً، لكن الدراسات الغربية هم يعملون الدراسات من قديم، الدراسات اللي عملت في دول الغرب تدل على أنه الأمراض النفسية كانت أقل عندهم في الدول الغربية منها الآن بكثير، تضاعفت يمكن عدة مرات. طيب ليش كانت الأمراض النفسية أقل عند الآباء والأجداد؟
حقيقة في أسباب مهمة، لعل أهمها الترابط الاجتماعي. يعني من يعرف القرى القرى قديما، مو بس العائلة كانت تعيش مع بعض، العائلة الجد والجدة والأب والأم والأولاد كانوا يعيشون مع بعض، القرية كلها كانت محصورة في مكان واحد، وكل أفراد القرية كانوا كمجتمع أو كعائلة واحدة مترابطة، لا يشعر الإنسان أو الفرد فيها بالغربة. مسؤولية التربية كان الجميع يساهم فيها، الأعمال كانت أعمال جماعية، ولهذا الارتباط الاجتماعي وهو أحد أهم طرق الوقاية ضد الأمراض النفسية كان في أعلى درجات. قارن هذا بوضعنا حالياً، يعني يأتيني في العيادة أحياناً كبير في السن ومعه زوجته، وتجدهم يعيشون لوحدهم والأولاد بحكم الحياة وطلب الرزق مقسمون في كل أنحاء المملكة، بل إنك أحياناً تجد الأب والأم هنا والأولاد مقسمون في دول العالم ليس داخل البلد فقط. إذن الترابط الاجتماعي صار أضعف بكثير، الدعم الاجتماعي أضعف بكثير. على مستوى المدن قديماً كانت الأحياء عبارة عن عائلة واحدة، ومن عاش في الأحياء القديمة يعرف هذا، كل بيت يعرف ما في البيت الثاني، وكل بيت أو كل صاحب بيت يدعم البيت الثاني. مهمة تربية الأولاد في الشارع كانت مهمة مفتوحة للجميع. الآن الأحياء الجار ما يعرف جاره، يعني نحن نتقمص النمط الغربي في الحياة، يعني ما في فرق بين واحد يعيش في نيويورك الآن وواحد يعيش في إحدى المدن عندنا، لأنه يعني الترابط الاجتماعي قل كثير. هذا أحد أسباب قلة الأمراض النفسية قديماً وكثرتها حالياً. من الأسباب الأخرى ضغوط الحياة. ضغوط الحياة زمان كانت أقل، الحياة كانت بسيطة، ما كان فيها تعقيدات. أما ضغوط الحياة الآن تعدد ولا حرج، يعني مسؤوليات يعني لها أول وليس لها آخر مقارنة بالحياة البسيطة. من أسباب كثرة الأمراض النفسية حالياً التنافسية. يعني زمان في عهد الآباء والأجداد كان الشخص ما عنده مهمة إلا أنه يتعلم حاجتين، الزراعة والرعي ويمكن بعض الشغلات البسيطة الثانية، وهذه ما تحتاج تنافسية، الجميع يتقنونها. يعني حتى زمان اللي كان عنده تأخر عقلي بسيط كان مستواه في أداء هذه الوظائف يعادل مستوى أذكى واحد في القرية، ما في فرق بينهم، تنافسية ما في، وكل يخرج يعني حينما يبلغ سن العمل يجد عمل موجود قدامه. الآن التنافسية على المدارس، تنافسية على التعليم، تنافسية على الكليات، تنافسية على الوظائف، وإذا الإنسان استقر في وظيفة تنافسية على الترقية، تنافسية على وظائف أفضل. حياتنا هي حياة التنافس، التنافسية أحد أهم أسباب القلق والتوتر عند المجتمعات الحديثة، بل إن الطفل من يوم يولد من بطن أمه يبدأ التنافسية، يعني أول شيء يبدأ ينافس عليه حليب الأم، حليب الأم ما في، زمان كان حليب الأم يعني ما الأم هي التي ترضع، الآن الطفل أغلب الأطفال عندنا ما يرضعون حليب أم، حليب صناعي، تعلمون أنه مصنع من حليب البقر، ثم بعد ذلك يدخل في تنافس أنه يلقى الرعاية الجيدة. يعني زمان كانت الأم هي الراعية، وإذا لم تكن موجودة لسبب أو آخر فأهل القرية أو الحارة يساعدون وهم بنفس المستوى. الآن عندنا ما نسميه ملتي كير جيفرز، يعني الأم تساهم في التربية وقد تكون خادمة من آخر الدنيا، لا تعرف طبيعة المجتمع ولا تهتم أصلاً، هي شريك في التربية. الأم قد تذهب إلى السوق وترمي الطفل في إحدى أماكن الألعاب حتى يعني ترتاح منه، فالطفل يعاني من يوم يولد تبدأ معاناته. وهكذا التفاوت الاجتماعي، قديماً التفاوت الاجتماعي والطبقية لا شك كانت أقل، حالياً هي أكثر. يعني طبيعة المجتمعات الحديثة التفاوت الاجتماعي أو الطبقي أو المالي يكون كبير جداً، تجد شخص عنده مثلاً مليار وشخص ما عنده يعني ما يكفي لوجبات اليوم الذي يعيش، تفاوت قد يكونون من نفس العائلة من نفس القرية، التفاوت الاجتماعي الكبير هذا قد يولد مشاعر الغيرة والغبن وبالتالي يزيد من حدة الأمراض النفسية.
الترفيه قديما، يعني الترفيه من الأشياء الأساسية للبشر، قديما الترفيه كان يحصل عليه الجميع بدون استثناء، والترفيه بنفس المستوى، أنت قديما تملك مال أكثر أو تملك مال أقل، الترفيه هو نفسه. ما كان عندهم بعض الرقصات الشعبية، العرضات أو التسامر، أو الجميع يحصلون على نفس مستوى الترفيه. أما الآن في المجتمع الحديث مستويات الترفيه فروقات بينها فلكية، واحد قد يسافر في الدرجة الأولى، واحد ما يقدر يسافر أصلا، واحد يسكن في فندق 7 نجوم، وواحد يسكن بالكاد في سكن متواضع، واحد يذهب إلى مطعم فاخر والآخر يذهب إلى مطعم شعبي. باختصار الترفيه، مستويات الترفيه، يعني يعطيني كثير في العيادة بنات أو أولاد يشتكون لأنه جالس في البلد في الصيف وزملاؤه في بلاد الدنيا الأخرى ويرسلون له الصور في كل لحظة وفي كل ساعة، يجلس مسكين يتقطع نفسيا هنا ويشعر بالغضب وبقلة الحيلة. هذه ما كانت موجودة زمان. إذن هذه بعض الأسباب اللي تجعل الأمراض النفسية قديما كانت أقل بكثير من وضعها الآن. يبدو أن الوقت يمر والموضوع، النقطة الأساسية يعني على وشك أن نصل لها، يمكن أحد النقاط أو المحاور المحاضرة، هل الالتزام الديني يحمي من الأمراض النفسية؟ تكلمنا عنها سابقا، فرقنا بين مفهوم النفس في القرآن ومفهوم النفس في الطب. إذا توفرت الأسباب النفسية كي تصاب بحالة نفسية بغض النظر عن مستواك الديني فستصاب إلا إن شاء الله، لكن هل التدين يعني يوفر حماية من الأمراض؟ طبعا الدين أهم عامل في حياة الشعوب حتى في المجتمعات الغربية، يعني 73% من الشعب الأمريكي يصفون نفسهم بأنهم متدينين وينتمون إلى إحدى الديانات، سواء البروتستانت ولا الكاثوليكية ولا اليهودية ولا الإسلام ولا إلى آخره. لهذا في المجتمعات الغربية صاروا ينظرون بأهمية إلى دور، يعني هذه دراسة تو نشرت قبل أسبوعين في البريتش جورنال سيكاتري المجلة البريطانية للطب النفسي، تدرس طريقة التواصل بين المسؤولين عن الصحة النفسية والكنائس. يعني وجدوا عندهم أن الناس اللي يروحون الكنيسة بغض النظر عن اعتقادهم، يعني كونهم يعتقدون ويمارسون العبادات الدينية عندهم، وجدوا أنه قد يوفر حماية من الأمراض النفسية ويحسن من الاستجابة حتى للعلاجات النفسية. فصاروا يعملون دورات للرهبان في الكنائس أنه كيف يميزون الناس اللي راجعون عندهم حالات نفسية، وكيف يركزون عليهم أكثر ويحاولون أنهم يساعدوهم. طبعا لا شك نحن أولى بالأمر هذا، فالإنسان إذا كان لديه مستوى إيماني عالي لا شك أنه من ناحية نفسية قد يكون أفضل لأسباب. أولا الاعتقاد بوجود خالق والارتباط به يجعل للإنسان هدف للحياة، يعني أنا ما أعيش بس علشان وظيفة وبيت وسيارة، لا، أنا موجود في هذه الحياة لأني أعبد الله، عندي وظيفة اسمها عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الهدف ما أحد في الدنيا يقدر يعني يلغيه، يعني حتى لو أنت عاطل عن العمل، ما عندك دخل مادي، ما قدرت تكون أسرة، يعني في أسوأ حالاتك، إلا أنك لازلت عبد لله وتستطيع أن تصل في عبادتك إلى أعلى الدرجات بدون مساعدة من أحد. إذن هذا الهدف لا شك يعطي معنى لحياة الإنسان وبالتالي راحة نفسية. ولهذا نسبة الانتحار عند الناس الذين يعتقدون وعند المسلمين، عند المسلمين خصوصا، هي من أقل النسب في العالم. ليش؟ لأن المسلم حتى لو قفلت كل الأبواب في وجهه، حتى لو وصل، يعني يجيني في العيادة ناس يصلون لدرجات كبيرة جدا من الاكتئاب ويقول لي صراحة، يقول يا دكتور والله إني أتمنى الموت، ودي أقتل نفسي، لكن اللي يمنعني خوفي من الله وإني أخسر الجنة.
إذن الأمل، الأمل في حياة أفضل في الآخرة، والأمل في دخول الجنة مستقبلا، يحافظ على مستوى نفسي يحمي الإنسان من بعض التبعات النفسية الكارثية. تعاليم الإسلام نفسها كما ستمر معنا لاحقا، تعاليم الإسلام نفسها فيها كثير من طرق الوقاية من الأمراض النفسية. يعني مثلا التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي من أهم الأشياء اللي تحمي من التعب النفسي. الإسلام يحث على التواصل الاجتماعي في كل وقت وحين. أشارات الأحاديث اللي توصل الإنسان بصلة أرحامه، بالتواصل مع جيرانه، حتى تركيبة العبادات في الإسلام يعني تعزز البعد الاجتماعي. الإنسان الآن يجتمع 5 مرات مع أهل الحي، 5 مرات يومياً، يعني 35 مرة بالأسبوع يقابل إذا كان يصلي في المسجد. ثم هو يجتمع مع حيه والأحياء أو البلوك اللي هو فيه والبلوكات اللي حوله، يجتمعون كل أسبوع مرة واحدة في صلاة الجمعة. ثم أهل المدينة كلها يجتمعون في صلاة العيدين. شوف كيف التسلسل الهرمي في التواصل الاجتماعي. ثم عندك عبادة تجمع المسلمين من كل أنحاء العالم وهي الحج. يعني من جرب الحج سيتذكر أنها تجربة نفسية لا تنسى. الإسلام يحث على الصفح والعفو والتسامح، وهي من الأمور الأساسية في حماية الإنسان من التعب النفسي. الإنسان يحث الإنسان على تقبل الأزمات والتعامل معها والصبر. مفهوم القضاء والقدر عندنا من المفاهيم اللي تساعد الناس على تجاوز الأزمات بشكل كبير. الإسلام حتى في الأكل، ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، وكما ورد نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، وكما سيرد معنا أنه حتى التغذية السليمة لها دور في الحماية من الأمراض النفسية. إذن الاعتقاد، تطبيق تعاليم الإسلام لا شك لها دور كبير في تخفيف الإصابة بالأمراض النفسية. طبعا نحن ما نطبق كل شيء، البعض يقول كما قلنا يعني إذا توفرت الأسباب سيصاب حتى لو كنت مسلم. نحن ما نطبق كل شيء، وحتى لو طبقت كل شيء هي ليست ضمانة أنك لن تصاب بأمراض نفسية، وتكلمنا عن قصة سيدنا يعقوب عليه السلام. لكن على المجمل، على المجمل لو طبقت ستخفف، لأنها نفس الطرق الوقائية التي ننصح بها. الآن المحور الأخير أطلت عليكم، المحور الأخير طرق الوقاية اللي ممكن نعملها. طبعا أنا أتكلم عن طرق الوقاية الفردية، يعني اللي ممكن يعملها الفرد. أنا ما أتكلم عن طرق الوقاية اللي مفروض تشرف عليها المؤسسات الصحية اللي يسمونها البرايمري بريفنشن، هذه أمر آخر يخص المؤسسات. أنا أتكلم عنك أنت كفرد، ما هي الأشياء اللي ممكن تعملها قد تساهم، يعني حسب الدراسات أنه طرق الوقاية لو طبقت بشكل جيد نسبة الأمراض النفسية قد تنخفض 50% عن أرقامها الحالية. أهم نقطة في طرق الوقاية هي الطفولة. الطفولة هي أهم فترة في حياة الإنسان. إذا كانت الطفولة سعيدة مستقرة متوازنة مملوءة بالحنان والعطف والتعامل الجيد، هي حماية مهمة ضد اضطرابات المستقبل النفسية. وحسب دراسة نشرت قبل أسابيع تم فيها مراجعة 41 دراسة سابقة، وجدوا أنه أهم عامل في الإصابة بالاضطرابات النفسية هو الحسد. إيش الأشياء اللي ممكن تحصل في سن الطفولة وتسبب يعني معاناة نفسية؟ أشياء كثيرة. إساءة المعاملة جسديا، الإساءة العاطفية والحرمان العاطفي، الطفل ما يشعر بحنان الوالدين، وهذه كثيرة. يعني ما يتصور، يعني بعض الناس يتصور أنه يقول لا كل أب وأم يحبه، لكن التعبير عنها للطفل احيانا ما يكون موجود، الطفل ما يشعر بها، ينمو وهو محروم عاطفيا. الاسر غير الفاعله، الاسر غير الفاعله اللي مكوناتها مختله، مثلا والدين منفصلين مطلقين، الاسر احيانا اللي فيه
يعني مشاكل بين أفراد الأسرة، أسر فيها فرد يتعاطى المخدرات مثلاً وعامل إشكالية كبيرة في الأسرة، الأسر المزدحمة، يعني بعض الأسر يعني الأب والأم ما شاء الله يعني منتجون إنتاج غزير أولاد يتجاوز حد القدرات، مو المالية بس قدرات الأب والأم في التربية. يعني صحيح أنه ورد في الحديث تناسلوا تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، ولكن هذا مشروط بشرط أن تكون يعني تكاثر منتج، أن تنجب طفلين تشرف عليهما تربية صالحة، توفر لهم الوقت الكافي من وقتك، تعلمهم تعليم صالح، تصرف عليهم حسب إمكانياتك، ويكونون ناجحين في حياتهم، أفضل من أنك تنتج 10 أطفال لا توفر لهم وقت كافي ولا توفر لهم رعاية مناسبة، ويكون البيت مزدحم ما في خصوصية، وفي الأخير يعني ننتهي ب3-4-5 حالات نفسية. الإساءات الجنسية، وهذه مهمة جدا وتحصل كثير، وللعلم الإساءات الجنسية أكثر من 70-80% تكون من معارف الأسرة الأقارب أو الإهمال الصحي. الإهمال الصحي مو معناه بس أنه إهمال أنه ما أعالج الطفل، أحيانا في إهمال من نوع آخر، التغذية السيئة، الأطفال اللي كل غذائهم من الجنك فود، الأكل الفاست فود، الأكل اللي ما فيه قيمة غذائية، هذه إساءة، إساءة في صحية. الأطفال اللي ما يمارسون الحركة، وهذه للأسف مشكلة كبيرة الآن، الأطفال الآن في البيوت على الآلات الإلكترونية وما يطلعون، ما يمارسون الرياضة، ما يتحركون، هذه مشكلة كبيرة، لا تغذية سليمة ولا حركة كافية. ولهذا نسبة السمنة عندنا في السعودية حسب دراسة لوزارة الصحة 3.5 مليون طفل يعانون من السمنة، نصفهم سمنة مفرطة، هذه مشكلة. السمنة لها ارتباط قوي جدا بالأمراض النفسية مستقبلا، وحسب بعض الدراسات أنه الناس اللي يعانون في السمنة حتى في نهاية العمر نسبة الخرف عندهم أعلى. إذن هذه أنواع من الإساءات أو المشاكل التي قد تحصل في سن الطفولة ويكون لها تبعات مستقبلا. النقطة في الوقاية من الأمراض النفسية هي ما يحصل في سن الطفولة. إذا اهتم الوالدين بالمرحلة الأولى وهي الأهم إلى سن 12، ثم المرحلة الثانية وهي تأتي رقم 2 في الأهمية إلى مرحلة 18، إذا الطفل تجاوز هذه المرحلة بشكل سليم، تربية سليمة، تغذية سليمة، تعليم سليم، بإذن الله مستقبلا ما يكون عنده إشكالية بإذن الله. إساءة المعاملة في المدارس، التنمر، وهذا حديث يطول، وهذه أيضا من أسباب ضعفات النفسية مستقبلا، ومن مضاعفاتها ضعف الثقة في النفس، القلق الاجتماعي، الخوف. وهذه المشكلة تحل عن طريق الأب أو الأم والتواصل مع إدارة المدرسة. هي مشكلة موجودة في مدارسنا بكثرة، الحمد لله الفترة الأخيرة بدأ يصير في نوع من الاهتمام هذه المشكلة، وإن شاء الله أن الأمور إلى أحسن، لكن تحتاج تركيز أكثر. تعاطي المخدرات، تعاطي المخدرات من أهم الأسباب الأمراض النفسية في أي مكان في العالم، وللأسف أنه 70-80% من حالات التعاطي تبدأ قبل سن 18 حتى عندنا في السعودية. يعني زمان قبل 40 سنة كانوا اللي يتعاطون المخدرات يبدأون بعد سن 25-30، فالآن لا، يبدأون في سن المتوسط، بل في حالات في سن الابتدائي. روجوا المخدرات صاروا يستهدفون المدارس في الفترة الأخيرة، يعني شاهد في العيادات أطفال مراهقين لا زالوا في مقتبل الحياة تلقى يتعاطى 2-3 من المخدرات. هذه كارثة، لأن تأثير المخدرات على التركيبة الدماغية، على توازن الكيميائي للدماغ والجهاز العصبي، أحيانا يكون تأثير دائم لا يمكن تعالجه إذا طول الطفل أو المراهق على المخدرات، أحيانا يكون تأثير يحتاج سنين طويلة. ولاحظ أن هذه المشكلة تحصل في بداية حياة الإنسان، وهي الفترة التي يكون فيها نفسه،
يعني زمان لما كان قبل 40 سنة يبدأ التعاطي متأخر بعد 25 أو 30 يكون الإنسان قد كون نفسه. صحيح أنه يعاني من تعاطي المخدرات لكن الأشياء الأساسية انتهت، لكن الآن تحصل هذه المشكلة، الطفل أو المراهق لسه ما كون نفسه أصلا، ما أنهى تعليمه الأساسي ويبدأ يتعاطى المخدرات. يعني في أرقام عندنا ما هي جيدة في المجتمع السعودي حول تعاطي المخدرات، يعني لو ذكرتها لكم، لكن مشكلة تعاطي المخدرات وهي مسؤولية كل أسرة أنها تحافظ على أبنائها. التغذية الغير صحية، الاستهلاك الكبير للوجبات السريعة والغير صحية والسكريات، يعني حسب دراسة حديثة ظهرت في مجلة علم الأعصاب الغذائي، الأطفال اللي يستهلكون أكثر من 3 وجبات في الأسبوع من الفاست فود الأكل السريع عرضة أكثر لحالات القلق والاكتئاب. هذا 3 وجبات في الأسبوع إذا كان الطفل كل أكله من الوجبات السريعة. دراسة أخرى وجدوا أنه في رابط كبير بين نوعية الغذاء والأمراض النفسية، راجعوا 41 أو معذرة راجعوا 31 دراسة، ووجدوا رابط كبير بين التغذية السيئة والأمراض النفسية، وهذا يسمونه في المصطلح الطبي gut brain connection، الرابط بين الجهاز الهضمي والدماغ، وهذا من أهم الروابط العصبية. إذا في إشكالية في الجهاز الهضمي تؤثر على الجهاز العصبي. كما قلت لكم عندنا واحدة من أعلى النسب في العالم في سنة الأطفال 3.5. هذا الكلام قبل سنوات، الآن ما أدري كم، يمكن زادت النسبة يمكن نزلت ما أعلم. النشاط البدني، للأسف نحن ثالث دولة في العالم من ناحية ضعف النشاط البدني. يعني حسب دراسة نشرت عام 2018 كانت أكسل دولة في العالم رقم 1 الكويت، رقم 2 كوستاريكا، رقم 3 السعودية، رقم 4 العراق. يعني النشاط البدني بالإضافة إلى المشكلات الصحية التي يتسبب فيها السكر والضغط والسمنة إلى آخره له تبعات نفسية سيئة. ووجدوا في دراسات منشورة أن الناس اللي ما يمارسون الرياضة نسبة إصابتهم بالخرف مستقبلاً عالية. أكثر من 80 دراسة نشرت تتحدث عن أهمية الرياضة في مجال الصحة النفسية. وأنا في العيادة ما أذكر أن في مريض رابع ووصيته يعني يهتم بالرياضة واهتم فعلا، لأنه للأسف حتى اللي نوصيهم في العيادة ما يهتمون، واهتم فعلا بممارسة رياضة المشي على الأقل إلا ورجع ويذكر تحسن كبير في حالته، قد يعادل التحسن على الأدوية أو أفضل حتى. من النقاط المهمة الوقاية من الأمراض النفسية التواصل الاجتماعي، وهذا شيء للأسف يعني نحن نتجه في مجتمعنا السعودي إلى النمط الغربي أنه كل واحد يعيش لوحده وما له دخل في الآخرين. حتى بعض الناس له سنين ما زار أقرب الناس له، هذه مشكلة. يعني في دراسة جميلة قامت بها جامعة هارفارد، هذه أطول دراسة من الدراسات اللي يعرفها، أطول دراسة يعني حتى الآن. يعني الدراسة هذه بدأت عام 1938 ومستمرة حتى الآن، يعني حوالي 80 سنة. أول نتائج للدراسة نشرت قبل سنوات قليلة، يعني الدراسة كانت تبحث عن أسباب السعادة والصحة النفسية المثالية. يعني وجدوا أنه لا المال ولا الجاه ولا المنصب لها أهمية تذكر. يعني العينة حقة الدراسة اللي درسوها بدأوا الدراسة معهم وهم أطفال، الآن هم كبار في السن وبعضهم مات، يعني انتقل إلى الدار الآخرة. من هذه العينة أناس صاروا دكاترة، صاروا مهندسين، بل فيها أناس صاروا رؤساء لأمريكا، يعني بعضهم صار رئيس لأمريكا، طبعا ما ذكروا في الدراسة الأسماء لكنهم يعني حددوا، وبعضهم عاش حياة عادية وبعضهم كان حياته تعيسة. وجدوا أنه أهم سبب في السعادة والحالة النفسية الجيدة هي العلاقات الاجتماعية الجيدة، العلاقات الاجتماعية المثالية اللي يكون الإنسان مرتاح فيها. كلما كانت علاقات الإنسان الاجتماعية أفضل كان مستواه الصحي أفضل.
أفضل، وكان نسبة الخرف عنده في آخر العمر أقل. هذه دراسة علمية مهمة ولا زالت تظهر في وقت آخر نتائجها. أخيراً قبل الأخير، المرونة النفسية. المرونة النفسية معناها القدرة على التعامل مع الضغوط بشكل مناسب، أن الإنسان كيف إذا تعرض لأزمة يتعامل معها بشكل مناسب بحيث أنه يتجاوزها ويعود إلى وضعه الطبيعي. المرونة النفسية مهمة لكل شخص، المفروض كل شخص يتعلم مهارات المرونة النفسية. يمكن زميلنا الدكتور بندر آل جلالة زميلنا في الجامعة عنده اهتمام وله كورسات ومقاطع على النت لمن أراد أن يتابعها. الناس يتعرضون لظروف كثيرة، ظروف اجتماعية، ظروف عاطفية، ظروف مهنية. المرونة النفسية يعني أي شخص يعني يهتم بهذه النقطة سيجد أنه يتجاوز الصعوبات بشكل مناسب. أخيراً الابتعاد عن الضغوط قدر الإمكان. طبعاً ما في حياة ما فيها ضغوط، لكن بعض الناس يقحم نفسه في ضغوط يعني كانت بعيدة عنه. يعني بعض الناس يدخل في مغامرات مالية مثلاً، المغامرات المالية يعني من أسوأ الأشياء اللي ممكن يتعرض لها الإنسان. يعني للأسف يعني مسألة الاقتراض من البنوك عند الشباب صارت مسألة شبه عادية. الإنسان يعني يقترض أموال من البنوك بشغلات غير مهمة، ثم يتفاجأ أنه مستوى الدين عنده صار عالي، ومع ارتفاع مستوى الدين تطول فترات السداد وسوء النفسية. المغامرات العاطفية، بعض الشباب يدخل في مغامرات عاطفية غير محسوبة، وهذه كثيرة شاهدها كثير في العيادة. والمغامرات العاطفية حسب الدراسات إحدى أسوأ أنواع الضغوط اللي ممكن يتعرض لها الإنسان على الإطلاق. يعني تأتي في القمة، قمة الهرم. حوادث السيارات، حوادث السيارات وإصابات الرأس والتبعات. حوادث السيارات لها تبعات نفسية. نحن واحد من إحدى أعلى دول العالم في حوادث السيارات، مع أن الوقاية بسيطة جدا. الإنسان يعني يلتزم بأنظمة المرور لا أكثر ولا أقل. يعني كم نشاهد من اللي عنده مشاكل في الدماغ، إصابات دماغية، صار عنده اضطراب في الشخصية أو اضطرابات مزاجية ناتجة عن حوادث السيارات. الناحية الوراثية، يعني أختم بالناحية الوراثية. هل الأمراض النفسية لها علاقة بالوراثة؟ الأمراض النفسية يعني حتى أوضح لكم الصورة، هي أشبه ما تكون إذا تعرفون السكر النوع الثاني اللي يصيب الكبار. يعني السكر النوع الثاني معروف أنه العامل الوراثي يلعب دور فيه كبير، لكنها ليست وراثة مثل وراثة أمراض الدم. يعني نقدر نحدد بالضبط كم شخص سيصاب من الأبناء بالمرض. بيورث هو القابلية للمرض، يعني أن تحمل الجين اللي يخلي عندك قابلية أنك تصاب بالسكر النوع الثاني. حتى يظهر مرض السكر لازم تتوفر الظروف البيئية المناسبة، قلة الحركة، السمنة، الأكل غير الصحي، ضغوط الحياة. إذا توفرت هذه مع القابلية الوراثية يظهر المرض. ولهذا أحيانا تلقى اثنين في أسرة واحدة حياتهم يعني نفس طريقة الحياة من ناحية الحركة والسمنة، لكن أحدهم مصاب وأحدهم ما هو مصاب، لأن هذا عنده الجين اللي يخلي عنده قابلية وراثية وهذا ما عنده. ولهذا يعني الناحية الوراثية نحن نرثها من أجدادنا. أجدادنا وآبائنا كانت نسبة السكر عندهم قليلة جدا، بل شبه معدومة. يعني لو سألت أحد كبار السن يقول ما كنا نعرف شو السكر. الجينات موجودة عندهم، لكن العوامل البيئية ما كانت موجودة. كانوا يتحركون، أكلهم صحي، يعيشون حياة بسيطة إلى آخره. أمراض النفسية نفس الشيء، اللي يورث هو القابلية للإصابة بالأمراض النفسية، وهي جينات نرثها من قبلنا. إذا توفرت الظروف البيئية، ضغوط الحياة كما قلت، مشاكل مهنية، مشاكل مالية، الحياة، مشاكل صحية، لايف ستايل، نمط حياة سيء، ما في حركة، سمنة إلى آخره. إذا توفرت هذه الظروف، القابلية الجينية الوراثية تبدأ تعمل ويظهر المرض. العوامل البيئية يعني الناحية الوراثية ما نتحكم فيها، بس العوامل البيئية نقدر نتحكم فيها.
الأمر الثاني الإنسان يعني ممكن برضه في الزواج يعني أنه يختار قدر الإمكان يعني يبحث عن يعني أسر يعني تكون بسبب الأمراض النفسية أقل. لما ابتعد عن محيط قرابته كان أفضل، ولهذا كان عمر بن الخطاب شرقوا وغربوا في الزواج. انتهيت حاليا من أتمنى ما كنت ما أدري الأخ محمد إذا كان في مجال لا زال لطرح الأسئلة. الله يعطيك العافية دكتور، في بعض الأسئلة المهمة هنا صراحة. تفضل. أول سؤال ما هو موضوع الندوة؟ أكيد أكيد. تفضل. السؤال لو طال عمرك، هل مرض القولون لا علاقة بالأمراض النفسية؟ أنا تكلمت قبل شوي. أو الأمراض العضوية بشكل عام. تكلمت عن ما نسميه الجت برين ريليشنشيب. الجت معناها الجهاز الهضمي، والبرين اللي هو الدماغ. في عصب هو من أكبر الأعصاب في الجسم اللي هو الفيجس نيرف، العصب الحائر يربط بين الجهاز الهضمي والدماغ. والقولون بالذات أحيانا يسمونه الدماغ الثاني للإنسان، يعني بعض العلماء يسميه الدماغ الثاني لأنه التغذية العصبية في القولون تغذية كبيرة جدا. ولهذا فعلا في دراسات أنه الناس اللي عندهم مثلا أمراض اكتئاب أو قلق أو كذا صار عندهم تهيج في القولون يؤثر على الحالة النفسية، ففي ارتباط كبير يعني الحالة النفسية نفس التوتر أو القلق قد يعمل تهيج في القولون، وهذا نشوفه بالمئات في العيادة. يعني يكاد القولون أو الباطنية تكون مرآة لوضع الإنسان النفسي. بعض الناس إذا تهيج عنده القولون بسبب أو آخر يتعب نفسيا، ناتج عن الرابط القوي عصبيا بين الجهاز الهضمي والجهاز العصبي. ولهذا أغلب الناس إذا ارتاح نفسيا، وهذا نشوفه بشكل يومي في العيادات، إذا ارتاح نفسيا يرتاح القولون عنده. ممتاز ممتاز. السؤال الثاني دكتور، كيف التعامل السليم مع قلق الأطفال؟ عن كيفية التعامل مع قلق الأطفال؟ والله طبعا قلق الأطفال كما قلت هو الآن حسب الدراسة الأخيرة هو الأكثر انتشارا في المملكة، عادة يظهر لما يروح الطفل للمدرسة. طبعا ذهاب الطفل للمدرسة مهم جدا، رفض الطفل أنه يروح المدرسة نحن نعتبرها حالة طارئة في الطب النفسي أو الصحة النفسية، لأن المدرسة الذهاب للمدرسة والتعليم شيء أساسي في حياة الطفل. بعض الأمهات والآباء يعني مر علي حالات لأمهات وأطفال الطفل عنده قلق المدرسة يرفض يروح المدرسة، إيش يعملون؟ يقولون خلى السنة الجاية، خلاص خلوا يرتاح السنة الجاية، نفس المشكلة خلوا السنة اللي بعدها. يعني أنا جاني طفل مرة في العيادة 5 سنوات متأخر بسبب هذه المشكلة. وعدم معرفة التعامل مع المشكلة مشكلة في حد ذاته. الطفل لازم يروح المدرسة، لازم يكون في تعاون بين الصحة النفسية الطبيبة والأخصائي النفسي والأم والأب في البيت لحل المشكلة. بعض الأمهات والآباء وهذه دائما أقولها يعني يوفر للطفل، يقوم يعني إذا الطفل إذا ما راح المدرسة يوفرون له ما شاء الله وجبة فطور فاخر، بعدين يشوف أفلام كرتون، وبعدين يلعب على البلاي ستيشن، بعدين يروح ينام، بعدين يأخذ سناك. الطفل إذا وفرت له الامتيازات هذه في المنزل وقت المدرسة كيف يروح المدرسة؟ الطفل ما عنده عقل يعني يميز أن المدرسة أهم، يعني هو بيحسبها حسبة بسيطة، أنا أجلس في البيت وأحصل على الامتيازات هذه، ولا أروح المدرسة وأقابل الطلاب وجالس 6 ساعات على الكرسي وما في إلا فترة فسحة واحدة وما في بلاي ستيشن ما في كرتون ما في، إنه بيفضل المدرسة. بعض الأمهات والآباء إذا ما راح الطفل المدرسة نفس الامتيازات موجودة، ولهذا دائما أقول للأب والأم إذا طفلك ما راح المدرسة احرمه من الامتيازات وقت الدوام الدراسي، خلوا يصحى مع أخوانه اللي يروحون المدرسة يفطر معهم، بعد كذا ما يدخل غرفته، ما في تلفزيون ما في بلاي ستيشن ما في سناك ما في شيء، على أساس بعد كذا يشعر
وفي نفس الوقت حط له تحفيز لو راح المدرسة يكون في نوع من المكافآت الأساس يبدأ يحسبها، أحسن لي أجلس في البيت محروم كذا ما عندي شيء ولا أروح المدرسة أحسن وأحصل على المكافأة اللي وعدني بها الأب والمدرسة. طبعا هذا يتم بالتعاون بين الأب والمدرسة، الأم والأب والمدرسة. طبعا بعض الحالات الشديدة للأطفال قد تحتاج غير العلاج السلوكي، تحتاج علاج دوائي، يعني قد تكون من الشدة من تحتاج علاج دوائي، فكل حالة تختلف عن الحالة الثانية. لكن بشكل عام عدم ذهاب الطفل للمدرسة مشكلة كبيرة، هي حالة طارئة ويجب عدم التهاون فيها من الوالدين. حكاية أنه يجلس السنة اللي بعدها هذا خطأ كبير، السنة اللي بعدها بتكون الذهاب للمدرسة أصعب، أصعب من السنة الماضية. تفضل يا محمد. ممتاز. دكتور، ما هي طرق العلاج المتوفرة لعلاج الأمراض النفسية؟ في هش؟ طرق العلاج المتوفرة للأمراض النفسية. ترى صوتك ضعيف محمد، تقول ما هي العلاجات المتوفرة؟ أو طرق العلاج المتوفرة للأمراض النفسية. طرق كثيرة، لكن يعني في قسمين كبيرين، اللي هو العلاج الدوائي أو الفيزيائي، ويشمل العلاج عن طريق الأدوية، عن طريق التحفيز الكهربائي، عن طريق التحفيز المغناطيسي الآن، عن طريق بعض الأجهزة المساعدة، وفيه العلاج اللا دوائي، وهذا يدخل تحته مدارس كثير، علاج السلوك المعرفي، العلاج عن طريق التحليل النفسي، العلاج التدعيمي. بالعادة يعني كل حالة تختلف عن الثانية، بعض الحالات يكفيها العلاج اللا دوائي، بعض الحالات تحتاج علاج لا دوائي وعلاج دوائي الاثنين مع بعض، وكلما كانت الحالة أشد كان الاحتياج للعلاج الدوائي أكثر. حالات البسيطة العلاج اللادوائي يكفي. طبعاً عندنا ضعف كبير في عدد الأطباء والأخصائيين النفسيين بشكل عام، لكن عندنا ضعف أكثر في مؤهلين للعلاج اللادوائي، لا زال في نقص كبير، لكن الأمور بدأت تتحسن في الأيام هذه، بدأ برامج تفتح في هذا التخصص جامعة الملك خالد في أبها، سيفتح فيها ولله الحمد ربما السنة القادمة أول برنامج ماجستير في العلاج الدوائي، سيكون الثاني في المملكة بعد برنامج موجود في الشرقية. فالأمور تتحسن يعني يوم بعد يوم. دكتور، في سؤال هنا، ما هي العلامات والأعراض اللي تبرز على الشخص تدل على الأمراض النفسية، يعني بإمكان ملاحظتها؟ هذا سؤال جيد. يعني بشكل عام أي تغير في سلوك الإنسان يجب أن يؤخذ يعني واحد كان اجتماعي وبعدين صار ينعزل، واحد كان متفوق في الدراسة وبعدين مستواه الدراسي بدأ ينزل، واحد كان ناجح في وظيفته وبعدين بدأ يتدهور، واحد كان هادي فجأة صار عنيف، اضطرابات النوم كان ما ينام أو ينام لفترات طويلة، اضطرابات الأكل كان يأكل ما صار يأكل، اضطرابات المزاجية الإنسان يعني صار يظهر عليه الحزن بشكل مستمر أو الخوف أو القلق. هذه الأعراض الرئيسية، التغير في سلوك الإنسان أو مزاجه أو إنتاجيته الوظيفية، إذا حصلت معناها الإنسان يحتاج أنه يبحث وضعه ليش التغير هذا صار. فأنا دائما أقول بالذات عند المراهقين إذا المراهق تغيرت أوضاعه الصحية النفسية من ناحية اختلاطه مع الآخرين، مستواه الدراسي، مزاجيته، عصبية، اضطراب في النوم، اضطراب في الأكل، يجب أن يؤخذ بجدية. قد يكون دلالة بمعاني نفسيا، وقد يكون دلالة أنه بدأ يتعاطى المخدرات. المملكة بدأ صار يبدأ في السن هذا، سن المراهق، هذه التغيرات هي اللي يعني تعطي انتباه. أحيانا بعض التغيرات الغريبة شوي، يعني لاحظ أحيانا التدين الزايد، يعني فجأة بدون مقدمات شاب أو كذا بدأ يظهر عليه علامات التدين، يعني وما في سبب منطقي يعني يوضح ليش النور، يعني هذه قد تكون علامة مرضية. أنا عارف إنه التدين شيء طيب إذا كان حصل لأسباب منطقية معقولة، لكن يجيني في العيادة أحياناً بعض المراهقين يعني
يعانون من أعراض نفسية، حالات اكتئاب شديد أو حالات فصام، وتكون بداية الحالة اللي لاحظوه عليه والديه انعزاله، وأنه بدأ يعني ظواهر تدين مبالغ فيها ما كانت عنده أول، ولا يعرفون السبب فجأة كده، فيتضح أنه بدأ الطفل يعاني نفسياً، صار يعني ما يعرف إيش يعمل، فبدأ يلجأ إلى الناحية الدينية أو التدين، وهذا شيء جيد لكنه علامة للوالدين أنه ينتبهوا للولد، يعني قد يكون عنده مشكلة. ممتاز دكتور، سؤال مهم، هل الاضطرابات النفسية وراثية؟ أنا ذكرت هذا في المحاضرة، القابلية للإصابة بالأمراض النفسية وراثية. إذا توفرت الظروف، يعني لو واحد عنده قابلية يصاب بالاكتئاب لكن والديه وفروا له حياة طفولة سعيدة وأمورها مشت تمام ومهتم بصحته، حركي يعني يمارس الرياضة، أكله صحي، ربي يوفقه في الدراسة وهاز وظيفة وأسرة مستقرة، ما بيظهر على الاكتئاب. لو أخوه نفس أخو الشخص هذا لكن تعرض لظروف، تعثر في دراسته، ظروف وظيفية غير مناسبة، مشاكل مالية إلى آخره، سيظهر عنده الاكتئاب. اللي يورث هو القابلية للوراثة، القابلية للإصابة بالمرض. ممتاز دكتور، سؤال من ناحية علاقة الأدوية النفسية بالحمل وآثاره. طبعا عندنا مجموعة كبيرة من الأدوية النفسية، لكن السؤال هذا جيد لسبب، يعني بعض الأدوية طبعا تكون آمنة أثناء الحمل، وبعضها ما نعرف هي آمنة ولا ما هي آمنة 100%، لأنها أدوية حديثة وحنا ما نقدر نحكم على الأدوية أنها آمنة إلا إذا مر سنين طويلة. لهذا الطبيب يقدر فائدة استخدام العلاج. يعني عندنا واحدة حامل وعندها حمل وفي نفس الوقت عندها حالة نفسية، هل الأكثر ضرراً على المرأة هذه وعلى الحمل هو استخدام العلاج ولا المرض النفسي؟ يعني بعض الأطباء النساء والولادة بالذات، يعني نسبة كبيرة منهم حقيقة، مو بعض، يعني قليل اللي تلقاهم متفهمين وعنده معلومات محدثة، يعني عنده قاعدة أن الأم الحامل لا تستخدم أي علاج بالذات الأدوية النفسية، حتى لو كانت بتموت تنتحر من الاكتئاب لا تستخدمين، أنا ماني مسؤول. لا، هذا غلط كبير. نعمل موازنة، إذا كان يعني بعض دراسات كثيرة ومنشورة الأمراض النفسية نفسها أحياناً يكون لها آثار كارثية على الأم وعلى الحمل، أحياناً الطفل يصير له إجهاض في الاكتئاب النفسي، أحياناً الطفل يولد بوزن ضعيف، أحياناً الأم أثناء الحمل نتيجة الحالة النفسية تكون أكلها ضعيف، نومها مضطرب، وهذا يؤثر على نمو الطفل في بطن أمه. لهذا حنا نعمل موازنة، هل الأفضل أنها تستخدم العلاج ولا الحالة النفسية بسيطة ويمكن التعامل معها عن طريق بعض النصائح والإرشادات؟ ما في حالتين تتشابه، لكن بشكل عام يمكن استخدام كثير من الأدوية النفسية أثناء الحمل مع متابعة جيدة من طبيب الصحة النفسية، طبيب النساء والولادة، تمر الأمور بسلام. وكثير مروا علي من النساء اللي كانوا حوامل وعلى الزملاء وأمورهم ممتازة، استخدموا متفهمة، حتى صارت تعرف متى تحتاج أنه تستخدم العلاج ومتى ما تعمل. من الأشياء اللي نواجهها أحياناً أنه الزوج هو اللي يرفض، يعني تكون الأم بأمس الحاجة لكن الزوج يرفض خوفاً على الطفل، ما يهتم كثير بحكاية الأم، تصير أحياناً يعني حتى الأم لو أنها يعني تلمس أسبوع هذا خطأ كبير. فالطبيب يعني يساعد الوالدين في اتخاذ القرار المناسب. ممتاز الدكتور، في سؤال عن مدى انتشار العلاج السلوكي أو المعرفي في المملكة. والله الآن له حضور قوي، كل ما زادوا يعني كل ما زادوا المتخصصين كل ما كان له حضور أقوى. يعني وسائل التعلم الآن موجودة بكثرة، يعني الحمد لله مع ثورة الإنترنت والتواصل ترى أمور كثير صارت سهلة،
ما في زي أن الإنسان يأخذ تعليم مباشر، لكن إذا غلبت الروم يعني الإنسان ما لقي مجال أنه يروح لبرنامج وينتظم فيه، على الأقل أتكلم عن المتخصصين، في كورسات ودورات تعطى عن طريق النت وقد تساعد الإنسان بشكل كبير، فله حضور قوي، والعلاج السلوكي المعرفي تحديدا مهم جدا في كثير من الحالات النفسية. ممتاز. دكتور آخر سؤال. تفضلي. الأخير. ممتاز. ما هو وضع الاضطرابات النفسية في جنوب المملكة مقارنة بباقي المناطق؟ وهل هناك أنماط أو أسباب يمكن ذكرها يعني أدت إلى الاختلافات أو الفروقات؟ والله الدراسة اللي قلت اللي عملت تحت إشراف أخونا الدكتور عبد الله الصبيعي أكيد إنه فيها نتائج للمناطق كلها، لأن الدراسة عملت في كل المناطق، لكن اللي ظهر منها حتى الآن وضع المملكة بشكل عام. زين، إلى الآن ما في تفصيل للمناطق. شخصيا ما أعتقد في فرق كبير لسبب بسيط، يعني أنا اشتغلت في مدن مختلفة من المملكة، اشتغلت في الرياض سنوات، اشتغلت في الجنوب، ما أعتقد في فرق كبير لسبب بسيط إنه في المملكة المجتمعات متشابهة، هذا أولا. ثانيا نحن صرنا مجتمع مختلط، يعني تجد المدينة المدن الكبيرة فيها من كل أشتات مناطق المملكة، يعني الرياض تلقى فيه من كل الناس، يعني من الشمال والجنوب والغرب، خليط. ما تقدر تقول إنه المنطقة الفلانية تتميز، نفسها يعني اللي يعيش في الرياض هو أخوي وأخوك وابن عمي وابن عمك، لو رحت القصيم ولا حايل تلقى نفس طبيعة الحياة، ما في فرق كبير. طبعا في علم الاجتماع يقولون إنه طبيعة البيئة تؤثر على الناس نفسيا، يعني عادة أهل السواحل تكون نفسياتهم يعني مرتاحة أكثر بحكم الانفتاح على البحر وعلى الحضارات الأخرى، وكلما اتجهت إلى الداخل وابتعدت عن السواحل يعني تبدأ تتغير ترتيبة المجتمع، الناس يصيرون أكثر محافظين، ناحية الأمنية تصير عندهم أو الأمان الأمنية أكثر أهمية، والترابط القبلي أكثر إلى آخره. بس الفروقات هذه في تصوري أنه الآن يعني خفت كثير عن أول، يعني حسب الدراسة اللي نشرها الدكتور عبد الله هم فرقوا بين القرى والمدن، يعني متقاربة النتيجة، مع أني الآن أنا أعتقد أنه حتى مفهوم القرية في السعودية انتهى، يعني القرى الآن صارت زي المدن، بل إن التواصل الاجتماعي في القرى الآن أحياناً أسوأ من المدن، يعني تلقى أهل قبيلة معينة أو قرية في المدن يتواصلون، وتلقاهم في القرية كل من يعيش مغلق يعني بيته على نفسه. فتحديد الفروقات هذه صعب بصراحة. أنا أعتقد أن المجتمع صار مجتمع مختلط متشابه، حتى لو رحت السواحل تلقى اللي يعيشون فيها أشتات من كل مناطق المملكة. ممتاز. محمد وين اختفيت؟ موجود. الله يعطيك العافية دكتور. قبل الختام نوه تنويه بسيط. إن تم تسجيل هذه المحاضرة، وسوف توضع بإذن الله على حساب نادي الطب والإبداع في قناة اليوتيوب. أنا أشكرك أولاً، أشكر نادي الطب والإبداع، وما أنسى أشكر لدكتورة سارة الشهري من وحدة، طبعاً هي مسؤولة عن كلية البنات، وكانت كلمتني أولاً للمحاضرة باعتبارها تبع وحدة خدمة المجتمع عندهم في الكلية، ثم انتقلنا إلى نادي الطب والإبداع، وأتمنى أنه أكون أفدتكم ببعض الأشياء اللي قد تكون تعرفونها ولكننا يعني كررناها لكم، وقد يكون في فرصة ثانية يمكن نتكلم عن الأخطاء، لأني أنا قلت في المحاضرة أنه أهم نقطة في الوقاية من الاضطرابات النفسية أخطاء في تربية الأطفال، اللي قد يكون في وقت آخر إن شاء الله. أشكر الجميع على الحضور، ورمضان كريم، وتحية. أنا طبعا ماني معكم، يمكن تشوفون وراي ال
النهار أنا في أمريكا والوقت عندنا ظهر هنا. أتمنى لكم سحور طيب مبارك ورمضان كريم. ممتاز. ختاما باسمنا جميعا نشكر الدكتور حسن العمري على تقديمه لهذه المعلومات المفيدة والقيمة، ونشكر لكم جميعا حضوركم واستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يتم إرسال رابط لتسجيل شهادات في شات الآن. سوف يتاح الرابط لمدة 10 دقائق. مع السلامة. شكراً.